know what you are. You are a sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give it sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم باول حلقه لهالموسم من برنامج نجم على الهواء ستار اون اير. وخلينا نستقبل اول ضيفه معنا شخيرة. هاي وكمان مدير اعمالها الناجح جدا طبعا الفنان نايف الاخضر. بس حقيقة نايف الأخضر واليابس. اخلع اخلع ايوه اخلع اخلع اخلع. مساء الخير ست شخيرة. مساء الخير استاذ نايف. مساء الخير. اهلا وسهلا فيك وفيا وبكل الحاضرين فردا فردا وكل الناس. اهلا اهلا. واكيد نحن ما فينا نستثنيك. اهلا وسهلا فيك. انا بشكرك. انت كمان. فيي طبعا طبعا. رح نبدا مع ست شخيرة. نعم. بتعرفي نحن ببرنامجنا اخترناك تكوني اول فنانه اون اير لهيدا الموسم. نعم. يعني هي رح تكون اول وحده اون اير معك. ليك اخلع 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 اخلع. ليك هو حقيقه طلع كثير قبل اون اير. إيه بس بهذا الموسم. نعم يعني نعم. يعني انا بفهم حديثك انه انتم بتحبوا تفتتحوا فيها. اكيد رح يفتتحوا فيي. اذا فيي ما افتتحوا بمين لكن. ايوه اخلع اخلع ايوه اخلع اخلع. ايه ليك وخصوصي لما انتم بيكون الافتتاح فيها رح يعلى الريت تبعكم. يا سيد نايف اساسا. يا سيد نايف اساسا مجرد ما حطينا اسمها بالجنريك علي لوح يعني وصل للسقف. شو بدي خبرك يعني الريت الريت. اخلع 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 اخلع. الله يعيننا على الحلقه. نرجع لك ست شخيرة. ايوه خبرينا اخر اعمالك قبل بس بدي اسالك ليش سبب غيابك عن الـ عن الـ عن الساحه كل هالمده. صراحة مرقت بمحنة كبيرة كثير. نعم. كبيرة. نعم. وبهالمناسبة أكيد رح أشكر كل اللي وقفوا معي. اشكري اشكري. نعم. كل اللي وقفوا معي وأساسا كل اللي وقفوا معي بالمحنة. أخلع أصلا ست شخيرة بحس لو ما محنة. نعم. ما وقفوا معي. أخلع. بس بدي أقول لك شيء إنه كلهم وقفوا. نعم. المخرج وقف. نعم. المنتج وقف. كمان الشعر وقف. نعم وقف. الملحن وقف. كله وقف. الشركه كلها وقفت. كلها وقفت. حلو كثير. بس ما بحب انسى شغله انه بخص بالذكر اشكر الاستاذ مدير اعمالي نايف الاخضر. واليابس. اخلع اخلع. اساسا وقفه استاذ نايف واضحه. الله يخليك الله يخليك. يعني استاذ نايف من اهم مكتشفي المواهب. الحمد لله. نعم بس يا ريت تخبرنا كيف اكتشفتها لفنانتنا شخيرة. عن طريق قصدي اقول عن طريق تحت الجسر. عم اقول لك اخلع اخلع اخلع. يا عم اخلع اخلع. اي جسر وضح لي بليز. لا لا خبرك شو. عن طريق هي صدفه الحقيقه. كنا سهرانين عند صديق لنا. نعم. كنا عاملين قعده بتعرف وويسكي. نعم. وما ويسكي وهيك. نعم. وفاتت. نعم. فاتت جنبنا. نعم. فتت اخلع. وانت فتت من بعدها. مين فات قبل؟ لا هي طلعت فيها لقيت فيها كل المواصفات الفنيه. نعم. طلع فيها. نعم. واضح واضح المقوط. اخلع اخلع. للحقيقه عند طيبة قلب شيء ما بيتصوره العقل. شوف واضح شوف واضح واضح. عند فخامة صوت. نعم. شيء يعني فوق الطبيعة. نعم. عند سحبات عند سحبات. نعم. بصوتها. نعم. يعني بتجيب الأرار والجواب. هاي أرار والجواب بتجيب اخرتنا يا استاذ. ايه قرار وجواب. واضح كله واضح. كل المقومات واضحه فيه. يعني اوضح من هيك ما في ست شخيرة. نعم.
نعم. نرجع لإلك، شو نعم. بتخبرينا عن جولاتك، صول برماتك، نعم. شو نعم. عندك حفلات هلا؟ نعم، مثل ما بتعرف هلا الصيفية، نعم. فكل حفلاتي أوبن إير. أخلع أخلع ولحق أوبن إير وأوبن إير وأوبن إير. هيدي بدها تطلع. هيك الأوبن إير. إيه وأنا كثير بحب مشي. تفضلي. أنا كثير بحب الحف. وأنا بحب. الحف الحف حف. حفلات اللايف وبتفاعل مع الناس. ايوه اول ما اطلع عليه شو هلا؟ اول ما اطلع عليه للمسرح لحظه بس اوكي للمسرح تحس بدي اكله شو لا يا شو هو هذا اللي بدك تاكله؟ اكل الجمهور بدك تاكل الجمهور هو اللي معروف اقلع 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 اديله اقلع اديله بس بعدك ما خبرتينا عن وين حفلاتك هالصيفيه خبريك خبريك نعم رح خبرك بتبلش اول حفله بمص مصراتة 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 ليبيا نعم وباربيل اربيل نعم. واخر شيء بختمها بولايه كنتاكي نعم. بتعرفي حفله للامريكان اير فورس ايوه اخلع 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 وهيدي الحفله خيريه بتروح رعية شو رعية غنم رعية بيقول رعية سوري لمرضى الزهايمر لا يا عم الزهايمر معلش انا مصلح لها الزهايمر اغلى 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 لانه من ليك ليك بقى في شيء بضل محله كله غيب كله بنط مستحيل هيدا كله بنط خرب بيته ما هدي ما هو هدي ليك استاذ كريم بدي اقول لك شيء عنا لشخيره شخيره بتحب الخير عند الخير اول شيء بيت ما بقى بهمها تعمل خير بتعمل خير يعني الخير على طول معها بتسكر اخلع 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 اساسا عمل الخير منه جديد علي انا كثير بحب عمل الخير عمل الخير بدمي بدمها امي كانت تحب الخير يا بيي بيي كان يحب الخير بيي مالك الخير بيي كان يحب الخير نعم. شو هالعائلة الخير انت سريع اقلع 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 طيب استاذ نايف بما انه حضرتك مدير اعمالك الله يخليك طول عمرك والشاعر شاعر نعم والملحن نعم والكاتب خبرنا عن اللحن عن اللحن لحن جديد الحقيقة آخر لحن عملته نعم. هذا كنت قاعد أنا والشباب نعم. وإذ بيردف علينا شيء من فوق نعم. هذا اللحن له قصة وقت ردف علينا حملت حالي أنا وطلعت لفوق لأنه صاحب البناية الأسطر تبعه مفخوط بس سمعت كلمة أسطرك مفخوط فاتت الكلمة دغري أنا شو عملت جبت السكس الفون ساكسفون ولحنت نعم. لحنت لحن خرجة للحياة نعم. عملت لها أول واحد رفضته تاني واحد انبسطت فيه وسألت لي ما بيكفيني نعم. ما بيكفيني عملت لها ثالث واحد أخلع. انبسطت فيه هيدي بدها أخلع تعبشت فيه قالت لي أنا هيدا البدية هيدا البدية وأخلع لا 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 يعني حمستوني انا والجمهور والكل انه نسمع شيء منك الليله ايه بس مثل ما بتعرف انا بعدني كل ما غني بتقتق ما بيأثر ما بيأثر نعم. خذي خذي ريحتك خلي صدرك نعد غني وسع صدرك اكثر شوي اوكي أو اوكي في اغنيه تفضلي تفضلي هاي الميكروفون كل سمع منو معروف كل سمع ايه الكل سمع العود لا لا هيدا عودك هيدا هيدا عود على القعد ولا على الواقف ما بهم مهم المهم على القعد منيح المهم هيدا عود اخلع يلا نعم ايه مهلك لا 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 يا ست لا اخلع اخلع لا 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 واتمنى لو انت وانت روحي ويا عبد الحليم لا منيح اللي راح الله يخليك فهمتيني ما بدي اخلع قولي شيء قولي شيء اخف معلش شوي عندها صوتها مبحوح اليوم غير غير سا 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 الله يلعن السعاد الله يلعن السعاد يا عيني معلش غيره 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 اذا بتريدي معلش سمعي شيء خفيف شيء هدول تبع ادي الواد لابوه الله يخليكي شو بخير بدك شيء سلام مهلك ايوه ايوه اخاف ايوه وسيمك الله الله تعي تعي خلص خلص بكفي ما بدنا نحن نحرق ما بدنا نحرق دغري باول حلقه هلا باخر حلقه استاذنا الكريم نعم باخر الحلقه باخر الحلقه رح تغني لك بلاي بوي
بدنا بدك سماع وموسيقى. شوف بلاي بوي يا سيدي. بلاي بوي بلاي بوي هذا بروجرام محترم. بلاي بوي هيك بلاي بوي هيك. بلاي بوي. بلاي باك قصدك. ايه هذا هو هذا هو. انا كثير بحب البلاي باك. واضح. بتحب كثير. ايه شاطرة شاطرة. الله يخليك شاطرة بكل شيء شاطرة. كثير شاطرة. بس بعد عندي سؤال. تفضل. هيدا من الاسئلة اللي كثير بيطرحوها. نعم. مين بنفسك على الساحة حاليا؟ يتفشر. بكل تواضع بكل تواضع. اي نعم طبعا. ما حدا. ما حدا. نعم. بس من بعد الست ام كلثوم ما في حدا غير انا. بعد الست كلثوم. بعد الست كلثوم. انا. خبرت عن غنية واحدة بس كمل عن السيدي اللي عملت لها. الحقيقة انا عملت 8 اغاني بالسيدي جديد. 8 نعم. 8 8 8 8 هي كان بدها 9 بس ما لحقت. سهرة واحدة قدرت تعمل 8؟ أول غنية الحقيقة. سهرة واحدة واحدة 8. إيه كانت عشرة عمري اسمها. تاني غنية كان كس دردة وراح إيه راح مشوار. معبرة هيدي اللي. بس آخر وحدة آخر وحدة أي رسالة أي رسالة بدك تستعمليها. نعم. اي رساله بدك تستعمليها. هيدي احلى. هدول الاغاني بفوتوا لجوا بحركوا المشاعر بالشعر العاطفيه كلها. انا صراحه نعم. تحرك فيي مشاعر. طبع. مشاعر بشي صرت يعني. تفضل. بعد نسيت تقول له عن اسم الالبوم. بدي خبرك عندي بس حلو كثير. شو عندي كمان هذا اسم الالبوم. نعم انا الحقيقه محضر لك كانت غنيه. نعم هات لنشوف شو محضر بعد غير هوديك. ايه نعم. اسم الالبوم الاغنيه الجديده اسمها عندي بس حلو كثير. فيني اقول انت عندك بس حلو؟ لا هي عندها بس. انا عندي بس. انا نعم. بس حلو كثير. نعم. اسمع. اخلع اخلع اخلع, أخلع. اسمعوا اسمعوا شوف هالكلمات اللي اخذوا مني 6 شهور. 6 شهور نايم تحت التخت. فوق على التخت. واضح واضح. عندي بس حلو كتير. نعم. عندي بس حلو كتير أحلى من كل الإبساس. عم يكبر بسرعة كتير أبيض وكله إحساس. نعم. إيدك شو عم بتسوي؟ لا ما تضغط وتقوي. بتمل حسله بنوي وبيصير يفزفز على الناس. عندي بس حلو كتير أحلى من كل الإبساس. الله. يعني شو هالفن؟ اغلى اغلى. يعني ما ضل شعره بجسمي ما يعني احمد شوقي فشر. نعم صراحه ما غلط اللي سميك نايف الاخضر واليابس. اغلى. استاذ يونس عن جد ميرسي ميرسي كثير كلك ذوق. يعني عن جد الاستاذ نايف الاخضر بورشابو. انا دائما بقول لك ميرسي. لازم دائما انت قول لك ميرسي. عزول بتقول لها ميرسي. نعم. وهي بت لكن اوكي. قبل ما نختم بس عندي بعد لك سؤال استاذ نايف. اذا بتحب توجه شيء لجمهورك. جمهور وين في يعني انا بدي اوجه كلمه. بدي اوجه كلمه. بدي اقول لهم لكل المشاهدين انطروا شخيره باصداراتها. نعم باصداراتها الكبار. نعم قصدي الكتار. واستفيدوا من هالاصدارات. اخلع اخلع. انا نطرت واستفدت. نعم انا نطرت واستفدت. واكيد رح تسمعوا فيها وتحبوا الالبوم الجديد. نعم. حتى بدي انزلها فيديو كليب رح احط لها اياه قريبا بالاذاعات على التلفزيونات طبعا. ما بدي احط لها اياه. شكرا شكرا. وين ما كان رح يحطه. شكرا استاذ يونس. اهلا وسهلا فيك. الله اهلا وسهلا فيك حبيبي. مين بيشبه؟ هد هد هد. نعم. عنده هذه السكسوكة. انت عندك مراية بالبيت. اهلا 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 استاذ يونس. نعم. هلا ست شخيرة كمان قبل ما اقول لك المسرح الك اذا بتحبي كمان تقولي شيء او توجهي شيء لجمهورك. اكيد بدي اقول لهم انه انا الرقم واحد. عطوها. وراح اعمل جهدي لضل على الواحد. انا بساعدك. اخلع انا بساعدك. اخلع وانا بساعدك لتضلي على الواحد. يلا هلا بقول لك تفضلي. بدي اقول لهم اني بدي اسمعكم غنيتي الجديدة وكلنا وقفوا. يلا يلا كلنا سوا.
بسرعه.